الموضوع اللي هنتكلم فيه النهارده موضوع مهم جدا جدا، وعشان كده انا بس في البدايه بحب اشكر ويحب كل الساده الحضور ان انتم اديتونا من وقتكم وجيتوا النهارده عشان تناقشوا شيء مهم جدا، وهو مستقبل النادي الاهلي. الحقيقه يمكن هي دي عظمه النادي الاهلي، وهي دي الجمعيه العموميه لاكبر نادي في الشرق الاوسط، الجمعيه العموميه رقم واحد. لما يكون الناس بهذا الشكل وكلهم يعني عندهم من الاقتناع انهم يناقشوا بنود لمستقبل ناديهم، هي دي عظمة النادي الاهلي. فانا بشكركم جدا، بشكر كل السادة الحضور جدا جدا جدا، يعني بالنيابة عن زمايلي في واعضاء مجلس ادارة. كمان عاوز اشكر لجنة الاعداد او اعداد اللائحة برئاسة رجل عظيم الحقيقة اللي هو المستشار محمود فهمي، حاضر معانا. وعايز اقول حاجة مهمة جدا في الحتة دي، ان انا كنت في البداية طبعا الأستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي، وكان الأستاذ عمري فاروق كان يعني المفروض ان هو نائب رئيس النادي برئيس اللجنة. لما عرف ان المستشار محمود فهمي رئيس اللجنة قال ما ينفعش، لازم يبقى هو رئيس اللجنة. هي دي برضو الحاجات اللي من عظمة النادي. أعضاء مجلس إدارة كمان كانوا مشتركين في اللجنة دي، الأستاذ العمري، الأستاذ الكفراوي، الأستاذ طارق أنديل، الأستاذ محمد الجرحي، بالنيابة عن أعضاء مجلس إدارة. في أربعة من مجلس إدارة كانوا مشتركين، وده برضو شيء عشان في النهاية احنا بيتعرض الكلام ده كله على مجلس إدارة، ومجلس إدارة بياخد القرار النهائي في هذا الموضوع. برضو معاهم كان في الدكتور سعد شلبي، وبرضو أحب أن أنا أتوجه له بالشكر، لأن الراجل قام بدور كبير جدا مع الإدارة التنفيذية، مع الأستاذ محمد فتحي، مع المستشار أسامة أنديل، مع المستشار علاء أنديل، كل الناس اللي هم حطوا إيديهم واشتغلوا بجد في لجنة إعداد اللائحة. لكن عايز اسمحوا لي أرجع تاني للمستشار محمود فهمي. المستشار محمود فهمي ربنا يديله الصحة، بداية ارتباطه بالنادي الأهلي سنة 43، ربنا يا رب يديله الصحة دايما يا رب. المستشار محمود فهمي الحقيقة يعني كان عضو مجلس إدارة سابق، وكان رئيس النادي في فترة انتقالية غير طبعا مجلس الدولة، غير حبه وانتمائه للنادي الأهلي بالشكل اللي لما نديله حاجة زي كده يكون حريص جدا جدا، وإحنا كنا مؤمنين جدا أنه يكون حريص كل الحرص يطلع أحسن حاجة ممكن. كمان يمكن هو يمكن رفيق درب مع الراحل العظيم كابتن صالح سليم، هو كان رفيق الضرب بتاعه من فترة زمنية طويلة يعني. كمان عايز أشكر كل المنظمين لهذا العمل، إدارة التنفيذية، الشباب، ولاد النادي. الشباب ولاد النادي شفت النهاردة منظومة الحقيقة خلتني أبقى فخور جدا جدا إن أنا واحد من أبناء النادي الأهلي، وفخور جدا جدا بكل الشباب اللي موجود، لأن الشباب ده النهاردة بيشتغلوا الحقيقة يعني في الكشاك اللي اتعملت علشان نتلقى اقتراحات الناس من 10 الصبح لغاية الساعة مثلا 11 بالليل، واقفين على رجليهم حر مش حر، واقفين عشان يقدوا خدمة لناديهم بدون مقابل، محدش فيهم طلب مليم واحد. هو ده يا جماعة، هي دي النادي الأهلي، هم دولة الناس اللي يستحقوا فعلا أو يتقال على في الآخر الأهلي ده عظيم. ليه النادي الأهلي عظيم؟ استمر اللقاء بعد كده، بعد كلمة الكابتن الخطيب فتح الحوار مع الأعضاء، ناس كتيرة اتكلمت، كل واحد قال رأيه، واللجنة بتسجل طبعا انطباعات الأعضاء، والناس اتشرحت لها وجهات النظر في بعض المواد اللي الناس كانت بتستفسر عليها. ونفس اللقاء هتلاقوه بكرة إن شاء الله مع أعضاء النادي في مدينة نصر، ويوم السبت هيكون مع أعضاء النادي في الشيخ زايد.